اللهم صل على محمد وال محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك وعلى اخيك ابي الفضل العباس بن امير المؤمنين، السلام عليك وعلى اختك الحوراء زينب. ورحمه الله وبركاته. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجه عليه السلام. لا اريد ان اهنئ تهنئه بالعيد لان العيد اصبح دمويا في اكثر الاحيان ولكي لا نضيف سوداويه حول وضعنا بشكل عام ولكن الذي استطيع من خلال قناه الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام ان اقدم التعازي الى ضحايا سوق الوحيلات في مدينه الصدر واقول لهم انتم في عين الحسين وفي عين الله سبحانه وتعالى ودائما المظلوم هو صاحب الموقف الاكبر في يوم القيامه يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم. تحياتي لكم وإن شاء الله في ليلة أخرى من ليالي الجمعة الشريفة هذه الليلة الخاصة بزيارة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حيث نرى جميع زوار الإمام الحسين في حالة استبشار وهم يأتون لتلبية الدعوة لزيارة أبي عبد الله وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وأبتدئ بالقول ضمن حلقة أخرى اعتبرها جزء ثاني لما بدات به في الحلقه السابقه من برنامج من برنامج يا حسين او برنامج لبيك يا حسين حيث تحدثت حول قضيه مهمه ضمن عنوان مهم جدا مريم عليها السلام بين القران والانجيل وبجزئه الثاني من عادتي انا لا اضع الحلقات ضمن اجزاء ولكن اقتضى الحال في ذلك في ذلك الاسبوع على انه تاتي حلقتين يعني الحلقه الثانيه تاتي تكمله لانني احسست ان هناك نوع من يعني الوقت لانه مشكله كان الوقت ولكن نوع من الابهام عند الاخوه والاخوات الذين يتابعونني ضمن هذا البرنامج. ولهذا سوف أدخل مباشرة في الموضوع ابتداء تحية إلى أخي وعزيزي أستاذ سجاد الباوي مخرج البرنامج والإخوة الأعزاء المجتمعين معي في هذا البرنامج لتسجيل أسمائنا في هذه الليلة عند سيد مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من مبدأ أن الإعلام رسالة وإعلامنا رسالة أنا أعتقد بهذا الأمر وأنا أعتقد أيضاً أن من يعمل معي في هذا البرنامج هو يعتقد أن الإعلام رسالة وإلا لو كان الإعلام له صفة ثانية فإننا في خسران كبير لأننا إذا كنا فعلاً نشعر على أن إعلامنا قد تطور إلى المرحلة التي نوصل المعلومة إلى الآخر بحيث أن الآخر يقول بأني استفدت من هذه المعلومة عندها سنكون فعلا ضمن رسالة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه التي سجلها في كربلاء والتي كان لها استمرارية بسيدتي ومولاتي زينب ومن قبلها إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا اليوم سوف أبدأ بالجزء الثاني من العنوان الذي وضعته للحلقة السابقة مريم عليه السلام بين القرآن والإنجيل ابتداء لا أريد وأنا قلت في الحلقة السابقة لا أريد أن أقارن ما بين القرآن والإنجيل في قضية مريم يعني موضوع الأساسي مو هذا كان لا موضوع الأساسي كنت أريد أوصل إلى قراءة التاريخ بشكل صحيح بحيث أننا الآن في تاريخنا الإسلامي نعاني من الكثير من الاسرائيليات والكثير من التدليس والكثير من الدس في بعض او في الكثير من الكتب وبعدها اصبحت من الحقائق ومع الاسف الكثير من الناس ايضا اصبحت عندهم هذه من الحقائق لهذا انا اعرض اليوم قضيه السيد المسيح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وعلى امه القديسه الطاهره مريم العذراء واقول على اننا اذا اتينا لان في الحلقه السابقه تحدثت على انه نظره القران ونظره الانجيل الى السيده مريم كان هناك فرق كبير وانا صريح في في موضوعي لا اريد ان اقول باني ملم بالديانه المسيحيه ولكن على الاقل لدي الكثير من المعلومات في مراجعه لبعض النصوص الموجوده وجدت على ان القرآن الكريم قد وصف مريم العذراء بصورة تختلف تماما عن الصورة التي تحدثت عنها الأناجيل ونحن نعلم أن هناك أناجيل أربعة عند المسيح بالإضافة إلى بعض الأناجيل التي يعني اثنين لوقا ومرقص هذه الأناجيل في بعض الأحيان تؤخذ وفي بعض الأحيان لا تؤخذ كيفما كان أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع ولكن الذي أريد أن أؤكد عليه أننا لو وضعنا القرآن ووضعنا الأنجيل ومن باب أولى أن تكون يكون الإنجيل هو يعني هو الصورة الواضحة لمريم عليها أفضل الصلاة والسلام نجد على أنه هناك عجز كامل أو عجز كامل بالنسبة للإنجيل في قراءة مريم وكيفية مريم مثلا في ميلاد السيدة مريم أو نشأة السيدة مريم ليس هناك شيء واضح في هذه القضية بينما نرى القرآن واضح جدا واضح يعني أننا عندما نأتي إلى ولادة السيدة مريم ونفتش الأناجي ليس هناك شيء يذكر في قضية ولادة مريم أنا ما أريد أناقش الموضوع من باب هذا خطأ وهذا صح لا لا مو هذا موضوعي ولكن الموضوع المهم اللي اريد انه اقوله على انني عندما انتمي الى دين معين واقرا الكتب التي هي كتب مقدسه باعتبار الانجيل مقدس عندما اتي الى القضيه اجد ان هناك فقر كبير في قضيه بيان قضيه سيدتي ومولاتي مريم عليها السلام يعني ليس هناك شيء في نشأة او ولاده مريم عليها افضل الصلاه والسلام بينما اذا اتينا الى القران كما قلت لكم ماذا يقول القران؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران شوف المراحل اللي يبدأ بها القرآن في ولادة مريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها, وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا طبعا هذا يعني هذه, هذه الايه فيها الكثير من الكلام ولكن المهم بالموضوع على ان هناك مراحل لولاده سيدتي ومولاتي مريم عليها افضل الصلاه والسلام بينما نجد في الكتاب المقدس عند المسيحي ليس هناك شيء عن مريم عليه السلام طبعا هذا الشيء يمكن واحد يقول لي يقول لي شنو الفائدة يعني يعني تبدأ تذكر هذا الكلام أنا أذكر هذا الكلام وفائدته من أنه الآخر عندما يحاول أن يدخل إلى مكان معين يجد الثغرات اللي موجودة يعني مثلا عندما يجد عندما يأتي شخص إلى سرقة دار ويأتي إلى سرقة هذا الدار فيجد مثلا السياج عالي زين السياج ما بي مجال يجي الى الابواب يلقاها موصدة الابواب مسدودة يأتي الى اماكن يلقى فد مكان هذا المكان يقدر ينفذ منه البيت كله مباق من, من خلال شنو من خلال هذا المنفذ ليش لان ما كانوا سادي منفذ على دخول انسان ولهذا القضية المهمة من ان عدم عدم ذكر نشأة مريم او ميلاد مريم عليها افضل الصلاه والسلام عدم ذكرها في الكتب المسيحيه هذا الامر يجعل من باقي الاديان وخصوصا اليهوديه المترصده بالمسيحيه تدخل الى هذا الدين و يعني يعني تضع فيه الكثير من الاشياء التي ليس هي منها وانا قلت لكم قضيه يوسف النجار في الحلقه السابقه قلت على انه هناك نص يقول من ان يوسف النجار هو الذي كفل من كفل مريم يعني وليس زكريا والنص الذي يقول من انه يوسف النجار هو الذي كفل زك كفل مريم بخلاف القران ليش؟ لانه اكو شيء يتوضح ان شاء الله في اخر البرنامج، ليش يوسف النجار؟ ليش بالذات يوسف النجار هو الذي كفل من كفل مريم بل ان يوسف النجار في النص الاول اللي انا يعني, يعني استعرضه هسه النص الاول اللي اللي قضيه انه لما كانت مريم هاي موجوده وين موجوده في الانجيل لما كانت مريم هسه امه او امه كيف ما كان لما كانت مريم امه طبعا بالنص مكتوب امه يعني ضمه فوق الهاء مخطوبة ليوسف ليوسف قبل ان يجتمعا يعني هي مخطوبة مريم إلى يوسف يوسف النجار قبل ان يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. يعني قبل ما يجتمع يوسف مع مريم وممارسة الحياة الطبيعية الزوجية بين الذكر والأنثى وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن أراد تخليتها سرا، يعني العملية بين بين الإنجيل على أنه كانما يعني كانما يوسف شك بالقضية. يعني شك بالقضية. وهنا القضية المهمة اللي أنا أريد يعني أريد أنه أتكلم أتكلم بها وتكون قضية واضحة. من أنه هذا النص موجود. ويوسف النجار شك في مريم. آه اني اجيكم ان شاء الله ولكن آه انا هذا استشهدت به زين لما تيجي الى نشاه السيده مريم القران ماذا يصف لنا هنا يتحدث عن الكفاله والمعجزه اللي اللي صارت في قضيه الاكل باعتبار انه فاكهه الصيف تاتي في الشتاء وفاكهه الشتاء تاتي في الصيف كل هذه الامور كل هذه الامور يذكرها القرآن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب بعد ذلك تبدأ عملية أخرى أن الباري سبحانه وتعالى يعتني مباشرة بمريم عليه السلام يقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون هذا التفصيل اللي موجود في القرآن المسيحية لم تأتي بأي شيء عن نشأة مريم عليه السلام وهنا اكرر لا اريد ان انتقص من المسيحيه لا اريد ان انتقص من الانجيل ولكن هذه المفارقه او هذا الفراغ الموجود الاخر دخل اليها وراح يجيكم ان شاء الله زين اذا اجينا الى ولاده س... انا استعين ببعض المصادر لانه مهمه كلش اذا اجينا الى ولاده السيد المسيح اذا اجينا الى ولاده السيد المسيح راح نلقى انه بالقران اكو تفصيل في ولادة السيد المسيح بينما إذا نجي إلى نجي إلى الإنجيل يتحدث حول بعثة المسيح وصايا المسيح الأمور الأخرى الباقية التي تكون بالنسبة إلى السيد المسيح زين القرآن ماذا يتحدث إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين هنا يكلم الناس مهدا آه عفواً يكلم الناس في المهد هنا إشارة واضحة جدا إلى إلى خلكم وياي إلى ربط هذه العبارة مع الصوم الذي أمرت به مريم عليه السلام طبعا هذه التفاصيل ما موجودة وين بالمسيحية بالاناجيل ولكن رب العالمين قرن قضية الحديث قضية حديث عيسى عليه السلام او يسوع في المهد مع شنو؟ مع صيام مريم، ليش؟ لانه الاتهام اللي اجى على مريم على انه اجت وجاب الطفل، هسه احنا في واقعنا اللي موجود هسه لو انه امراه غابت يعني غابت في مكان معين وبعد ذلك جاءت ب طفل، شنو الاتهام اللي صار عليها؟ كليتنا ندري على انه اقل اتهام اذا ما يعني اذا ما كتلوها قبل ما توصل طبعا اقل اتهام على انه شنو؟ على انه هي امراه اجلكم الله زانيه. المشكله على ان هناك اتهام واضح لمريم ب اجلكم الله الزنا. واضح جدا واضح. هناك نصوص موجوده بالمسيحية بالمسيحية تتهم السيدة العذراء ولعله هذا النص اللي موجود لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أي يشيرها ليش يشيرها هي سوت أراد تخليتها سرا إذا كانت مريم إذا كانت مريم العذراء وهذه الكلمة طبعا مريم العذراء المشكلة أكو فتكارثة موجوده لان كلمه العذراء العذراء هي هي البنت التي لم تفض بكارتها زين عندهم مريم العذراء زين هنا بالنصوص على انه اكو شيء اسمه يوسف النجار زوجها هنا زوجها لم يكن لا يريد ان يشرها اراد تخليتها سرنا شنو اللي سوته مريم هي ما سوت شيء ولكن النص فقير النص هو اللي يتهم منو؟ يتهم مريم ولكن القرآن ماذا؟ القرآن القرآن يطهرها القرآن يطهرها بشكل كبير والقرآن يجعل من هذه المرأة امرأة امرأة جيدة وامرأة رائعة وامرأة دائما هي في في قمة الطهارة والقداسة ولهذا القرآن اعتنى بهذه القضيه. خلي هم اريحكم وهم انا ارتاح واذهب الى فاصل قصير وارجع لكم بس اللي اتمناه من عندكم ودائما انا اقول لكم اياه مو لانه اريدكم تشاهدوني لا والله بس ولا اريد انه تقولوا اي هذا خوش يسولف لا والله انا اللي اريد اوصل اوصل شيء الى ذهن المشاهد اذا كان به منفعه فاني الحمد لله والشكر اقول وصلت رسالتي اذا ما كان به منفعه بعد العذر عند كرام الناس مقبول ان شاء الله، نعم باقي وياكم برنامجكم يا حسين بعد الفاصل انا اكون وياكم تحياتي اليكم يا أبا. يا أبا عبد الله اللهم صل على محمد وعلى محمد مرة ثانية وياكم أخواني أعزائي وتحياتي لكم دائما وأبدا وضمن برنامجكم يا حسين أخواني أعزائي هنا عندنا فت شيء مهم جدا مهم في قضيتي أنا قلت لكم في قضية صوم مريم لأنها أمرت بالصيام ولا تكلم الناس إلا رمزا يعني ما تحكي هذه الفلسفه التي اتى بها رب العالمين ضمن القران الكريم اراد اراد ان يفند المزاعم التي جاء بها سواء ممن هو كان, كان في كنف مريم يعني القريب الى مريم او ممن هو اراد ان يتهم مريم ضمن الاعداء ضمن الناس اللي يضوجون منها على قولتنا فرب العالمين ماذا امر او بماذا امر امر مريم امر مريم ان تكون في مكان معين وتتعبد ولا تكلم الناس زين المشكله هنا اكو قضيه هم لازم انها اثيرها وهذه الحلقه عجيبه غريبه يعني عجيبه غريبه مفقوده أن الأناجيل تتحدث عن يسوع عن السيد المسيح تتحدث من يوم بعثته يعني شنو؟ يعني هو مدة 30 سنة ماكو تاريخ للسيد المسيح ماكو في تاريخ للسيد المسيح ونشأة السيد المسيح وولادة السيد المسيح هسه الولادة قد يكون إشارة ولكن هذه 30 سنة مفقودة عموما هذا ما احنا ما نريد نتوقف بدنا ولكن للاشاره فقط ولكن الربط او الفلسفه التي ارادها رب العالمين ان تكون للناس ما بين صيام صيام مريم عليها السلام وبين حديث السيد المسيح ليش لانه اتهموها بالزنا واتهموها على انه هذا الولد غير شرعي اراد الله سبحانه وتعالى ان على قولتنا هذا المثال من عندي يعني انه يضرب مو رب العالمين يعني يعني عصفورين بحجر واحد اراد ان يكشف للناس مريم وقيمه مريم العظمى والكبيره وايضا اراد ان يمهد الى من الى السيد المسيح العباره واضحه هنا واذ قالت اذ قالت الملائكه يا مريم إن الله يبشرك يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد ولهذا عندما اتهموها 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 أشارت لمن؟ أشارت إلى عيسى قالوا له شلون احنا نكلم صبي في المهد؟ هنا انطلق لسان السيد المسيح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام باعتبار ان هناك امر من الله سبحانه وتعالى الى مريم ان تتوكل عليه اولا وان تصوم على الكلام واعتمادا اعتمادا على الحدث الكبير الذي سوف يكون. القران في اجمل وصف في اجمل وصف الى قضيه عيسى عليه افضل الصلاه والسلام عندما عندما اتهموا مريم ووصلت الامور الى درجه على انه قالوا فلنحرقها اشارت اليه. هنا تكلم السيد المسيح قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، بدا السيد المسيح بسرد هذه الامور. اتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي هذا خليها عندكم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا هاي وبرا بوالدتي خلوها عندكم لان عندي كلام بيها القران ماذا يذكر قال اني عبد الله ابتعد نهائيا عن الربوبيه نهائيا اني عبد الله هسه واحد يقول يقول يابا انتم القران براحتكم كيفكم القرآن ولكن احنا عندنا بالكتب المقدسة لا هو الله باعتبار الثلاثة عموما هذا هم بحث في في اوانه ولكن احنا نقول شو نقول؟ نقول على ان القرآن جعل صياغه للسيد المسيح باجمل عباره باروع عباره ولكن احنا وين نلقى؟ نلقى بالانجيل هيك عبائر تمجد بالسيد المسيح؟ لا 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 لا, لا. ما موجوده ما موجوده يعني لما اقول لكم ما موجوده باعتبار على انه السلاسل الموجوده بالقران قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا زين هنا مريم عليها افضل الصلاه والسلام تعرضت الى شنو الى القذف قذف بالزنا زين يعني يعني وين الانجيل وين الدفاع عن مريم؟ اذا تجون للانجيل ما راح تلقون دفاع عن مريم عليها افضل الصلاه والسلام، زين القران ذكر هذا الشيء، شوف القران يلاحق يعني صغيره وكبيره صغيره وكبيره يلاحقها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، البهتان اللي قذفوا مريم بقضيه الزنا رب العالمين يقول: "ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين"، وصف رائع جدا رائع لمريم عليها أفضل الصلاة والسلام بطهارتها بقدسيتها بروعتها، ولكن لما نجي ناجيل ما نلقى هذا الوصف. زين. الكتاب المقدس اهتم بتبرئة مريم من الزنا أو ما اهتم ثقوا إخواني يعني أنا قلت لكم يعني يعني المشكلة لو تراجعون الكتب صار ما أقول لكم راجعها كلها ولكن من زمان يعني قبل عشرين أنا دائما أقول عشرين خمسة وعشرين سنة لأنه كانت كنت مهتم بهكذا أمور وأغلب المعلومات الموجودة من هذاك الوقت اللي أنا أتذكرها يعني القضية انه احنا لما نجي الى الكتاب المقدس ما راح نلقى على انه هناك اهتمام بتبرئة مريم من قضية القذف بالزنا، بينما القرآن في كل لحظة وفي كل مفردة من المفردات أراد أن يمجد مريم حتى وصلت إلى مرحلة إن الله اصطفاك وطهرك وفضلك على نساء العالمين. اصطفاك وطهرك. وفضلك على نساء العالمين يعني شنو يعني فد اهتمام مو طبيعي بالقران بقضيه شنو بقضيه مريم انا اجي الى وبرا بوالدتي اخواني القضيه الله سبحانه وتعالى هنا لما يح... لما, لما نطق السيد المسيح ايش قال السيد المسيح قال واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي منو اللي امره القرآن أمره زين خلي نجي هسه نشوف على أنه الكتاب المقدس أشار إلى بر السيد المسيح بوالدته لو ثقوا يا إخواني والله العظيم أنا ما أريد أخلق مقارنة ولكن أنا أوصل إلى النهاية اللي أريدها ولكن بس هاي وبرا بوالدتي شوف القرآن وين يسولف وشوف الكتب المقدسة وين تسولف زين هنا وبرا بوالدتي انا قلت لكم اوقفوا هنا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ايش عندنا هنا عندنا في انجيل مرقص الاصحاح الثالث السفر واحد 31 وثلاثين و35 وثلاثين. انا هسه اعطي المصدر انجيل مرقص

انا قلت لكم مو لهذا انا عندي اصدقاء مسيحيين وموجودين يعني بايطاليا وغير ايطاليا وكذا موجودين وكلش يعني احترمهم قد يكون هاي الحلقه يعني يشوفوها لان هم متابعيني فاني اعتذر لهم مو القصد انه أنا يعني احاول ان انال من ولكن من باب انه احنا بدنا نتحدث بقضيه العقل عموما فجاءت حينئذ اخوته وامه ووقفوا خارجا هذا وين موجود في إنجيل مرقص الإصحاح الثالث السفر واحد ثلاثين خمسة وثلاثين فجاءت حينئذ أخوته وأمه ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه يعني تعال وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له المن إلى يسوع يعني إلى السيد المسيح هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك فأجابهم قائلا من أمي وأخوتي هسه مره واحد يقول شنو امي شنو اخوتي هاي لغه نفس العباره من امي واخوي يعني شنو امي شنو اخوتي تجي من باب شنو تجي من باب الاستفهام منو امي منو اخوتي فالعباره نفسها ولكن اللحن يختلف واحد يقول من امي من اخوتي يعني دا يستهزئ بهم مره يقول انه من امي من اخوتي من باب الاستفهام زين هسا بالثنين هي منقصة للسيد المسيح إذا كان دي يستهزئ بأمه وأخوته فهذا مو أخلاق السيد المسيح وإذا كان يجهل أمه وأخوته هذه مشكلة أكبر راح تصير عموما من أمي وأخوتي ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال ها هاي ها نصا إخواني والله العظيم أنا أنقل لكم إياها نصا يشهد الله ها أمي وأخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي هسه <سؤال> <سؤال> ما ادري احنا منو اخت السيد المسيح ومنو اخو السيد المسيح هسه امه معروفه لما تجي الى الاناجيل ما راح تلقى على انه ذكر لاخت السيد المسيح ولا راح تلقى ذكر لام لاخ السيد المسيح لان ماكو اسماء عموما هذا نص اخواني خلوكم وياي فدوه اروح لكم في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني صفر اثنين واربعه ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له يعني مريم عليه السلام لمن خلص الخمر باعتبار أنه قضية ماكو تحريم وكذا هالأمور عموما ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع لها يعني السيدة مريم تحكي ويا من تحكي ويا السيد المسيح ليس لهم خمر يعني ما عندهم خمر قال له قال لها يسوع السيد المسيح لمريم مريم قالت قالت ليس لهم خمر لمن شنو خلص الخمر قال لها يسوع مالي ولكي يا امراه مالي ولكي يا امراه هم مشكله مشكله سجاد لو مطيني وقت قبل هذا يعني يعني اخذني الوقت يعني اي أيوة والله الله يخليك حبيبي وشكرا لك ضيف لي خمس دقائق خلي اشوف دربي انا يعني الله يخليك حبيبي في دول قلبك مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد هذه اللغه ليست من اخلاق السيد المسيح انه يتحدث ويا امه ليش لان القران يقول وبرا بوالدتي والبر في اصطلاح القران شنو على انه وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطحما وقل لهما قولا معروفا لا تطيحهم في قضيه الشرك ولكن شنو ولكن قل لهما قولا معروفا هذا الشيء المهم بال 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 بالقضيه عموما هنا اخواني انا اريد ادخل الى هاي الخمس دقائق اللي اخويا وعزيزي أه سجاد يعني اكو مشكلة هنا جدا مهمة على انه يوسف النجار هو شخصية مختلقة من اليهود ليش؟ لجعل يوسف النجار هو الذي كفل مريم، ليش يوسف النجار؟ يوسف النجار بالتلمود الكتب اللي موجودة عند اليهود تتحدث عن يوسف النجار الذي هو زوج مريم لان يوسف النجار هو ابن يعقوب ولانه ابن يعقوب يريدون ان يجعلوا من ان المسيح عليه السلام ليس هو كما تذكر المسيحيه من انه ابن الله يعني الذي قام بتربيته ليس رب العالمين الذي قام بتربيته مباشرة منو يوسف النجار ويوسف النجار يوسف النجار هو ينتمي علما ينتمي الى داود ولانهم يؤمنون بداود فانهم يقولون من ان الذي رب السيد المسيح هو داود يعني شنو يعني انه يجعلون السيد المسيح انما هو من من الاشياء الخاصة منه الخاصة به اليهود. ليش؟ لانهم يعتقدون على انهم هم ابناء الله وليس هناك احد هو ابن الله. وعليه هم قد قالوا في المخلص الذي يخلصهم والذي ياتي من دينهم يعني دين اليهوديه هو المسيا. المسيا هو المخلص لهم في دين اليهوديه. وعندما عندما احسوا على ان المسيح ابن مريم يعني عيسى ابن مريم قد ولد فانهم قالوا من ان المسيح هو المخلص ولكنهم عندما علموا بان القضيه مع مريم وانه تكلم في المهد الى هذه الامور جعلوا ادخلوا في الانجيل قضيه يوسف يوسف النجار ويوسف في الثقافة اليهودية هو جندي موجود في الجيش اليهودي ولهذا هنا أكو نص نص السيد المسيح يحاجج السيد المسيح هنا يحاجج ماذا يقول يقول يعني هو طبعا كان يرفض رفض قاطع على أنه ينسب إلى داود يعني أنه هو جاء عن طريق داود لانه اذا جاء عن طريق داود فان المسيحيه مع العلم هم اليهود الذين قتلوا كما في يعني في احنا في القران عندنا انه شبه اليهم رفع الى السماء ولكنهم هم الذي الذين قاموا بمؤامرات لصلب السيد المسيح ضمن ثقافتهم. شوف هنا شو نقول؟ هذا حوار مع اليهود وفيما كان الفريسيون الفريسيون مجتمعين هذولا قوم موجودين ينتمون الى داود سالهم يسوع قائلا خلوا في نهايه هذا البرنامج خلوا فكركم يا هاي القضيه مجتمعين سالهم يسوع قائلا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو هذه المحاوره وضعت النقاط على الحروف دي يتكلم مع الفريسيون الفريسيون هذول فد مجموعة مجموعة هم فوق على قولتنا فوق كل الأشياء يعني من المراتب العليا ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ يعني السيد المسيح ده حاكيهم قالوا له ابن داود ليش؟ ضمن ثقافتهم على انه يوسف هو ابن يعقوب خوش يوسف النجار كيف ما كان وربطوا ب داوود قال لهم فان كان داود يدعوه ربا هو داود يقول على السيد المسيح رب فكيف يكون ابنه؟ يعني شون هو داود يدعو السيد المسيح ويقول أنت رب بعدين السيد المسيح يصير ابن داود ما يصير لأن هو داود دا يقول أنت رب فالسيد المسيح يقول فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة لهذا هذا الدس اللي موجود والتدليس الموجود معرض إلى هذا الشيء يعني هذه الديانة والديانات الأخرى معرض إلى حتى تراثنا الشيعي من الكثير من الروايات التي تدس والكثير من الثقافات التي تدس في تاريخنا بل حتى وصل الأمر عند الكثير من الناس يؤمنون بهذا الدس أنا إن شاء الله يعني بس آخر شيء اللي أريد أوصل له على انه التلمود يتجنى على السيد المسيح يقول ان مريم قد حملت زنا بالمسيح من الجندي يوسف بانديرا. الجندي يوسف بانديرا وذلك قبل زواجها وان المسيح كان ساحرا ومجنونا وهو يهودي مرتد وان تعاليمه هو كفر والحاد، هذه الثقافه اليهوديه اطرت من اطرت السيد المسيح بينما القران ينظر الى السيد المسيح بشيء اخر، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بصوره رائعه رائعه جدا في بيان شخصيه السيد المسيح ورفع الشبهات عن امه السيده مريم العذراء عليه عليها وعلى سيدتي مولاتي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله أكون يعني وفيت ولو قليل وتحياتي لكم أبدأ بزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيابة عن جميع من قلدني الزيارة والدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك ابن محمد المصطفى السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وأبن ثاره والوتر الموتور اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واطعت الله ورسوله حتى اتاك اليقين فلعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بابي انت وامي يا ابن رسول الله بابي انت وامي يا ابا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت المصيبه بك علينا وعلى جميع اهل السماوات والارض فلعن الله امة اسرجت والجمت وتهيات لقتالك يا مولاي يا ابا عبد الله قصدت وقصدنا حرمك واتيت واتينا الى مشهدك اسال الله بالشان الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله شكرا شكرا لأنك قد رسمت زمانك وزرعت في إنساننا إنسانك شكرا شكرا لصدرك حين ضج به الظما والماء حولك قد ردى ظمآنك، شكرا لكل دماك حين نزفتها يوم الطفوف وصرتها قربانك، شكرا شكرا لانك ثوره قدسيه دريه تهب الانام لسانك، شكرا يا حسين شكرا يا حسين لبيك داعي الله لبيك يا شهيد لبيك يا مظلوم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا حسين, يا حسين.